اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا لمده ساعه الا ربع ان شاء الله، ومستنيه مكالمات الاطفال اللي عايزه تكون معايا، وباذن الله اللي كسبت امبارح معايا في السحب هتكون معايا بكره ان شاء الله. والاطفال تكون من سن 7 سنين ل 13 سنه، ومستنيه اسئلتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل فتت كشك لايت، وهنعمل كمان هيبقى تورته شوكولاته عليها خلطه كده عباره عن موز بالشوكولاته البيضه، وهننزل عليها كراميل وشوكولاته. هي كده وصفه بصوا يعني جميله جدا، وكانت من الوصفات اللي زمان بتطلب مني بالويتنج ليست، فمن كتر ما عملتها زهقت منها جدا زمان، فان شاء الله هتعجبكم. طيب هقول لكم بقى المقادير. معانا معلقه زيت عافيه، هيبقى فيه بصله، زبده، هيبقى معانا دقيق وزبادي، المقادير هتنزل بالظبط على الشاشه، ولبن، وهقول لكم بالظبط الدقيق هيبقى قد ايه. هيبقى معانا مكعبات من الفراخ المسلوقه، وهيبقى فيه معانا مرقه. الدقيق حوالي من 4 لـ 5 معالق. هقول لكم المقادير بالظبط تاني. معلقه زيت عافيه، حته زبده صغيره، بصله كبيره مبشوره، نص لتر مرقه منزوعه الدسم، نص لتر لبن خالي الدسم، علبة زبادي، من 4 لـ 5 معالق دقيق، صدرين فرخة مسلوقين، دول هحتاجهم جوه الوصفة دي، ملح وفلفل، خبز شامي يفضل القمح الكامل ونحمصه في الفرن، والزينة هيبقى معايا شوية حاجات زي البصل المكرمل، لوز وبقدونس، وهيبقى فيه فراخ برضو. خلاص؟ طيب أول حاجة هنعملها، هنعمل إيه؟ قولوا انتوا بقى. شوح البصلة. لازم نبتدي بالبصلة دايما. نحط زيت عافية وإيه؟ نحط البصلة. البصلة دي بقى بتدي طعم جامد جدا للكشك، بتفرق كتير قوي قوي قوي. أنا لاحظت أول ما ببتدي أنزل البصلة أجري على المطبخ الناحية التانية على طول، يعني لاحظوا بلاقي نفسي بجري علشان ما اخدش ريحتها. هنبتدي بقى نجيب كده بوله ونحط فيها بقى الزبادي اهو، اللبن، والدقيق. احنا بنظبط بعد كده الدقيق على حسب ما احنا عايزين تماسك الكشك. هنراعي جدا ان لما احنا بنحط الدقيق ان التماسك بيمسك بعد كده اكتر، يعني لما هنلاقي مثلا الكشك واخد سيولة معينة او تماسك معين نراعي انها بعدين لما هتبرد شوية اول ما هنقدمها تمسك اكتر. بس دي النقطة اللي نخلي بالنا منها. لكن نظبطها ازاي؟ هنظبطها ازاي؟ هنظبطها بان احنا بنزود الدقيق بشوية لبن ونحطهم تاني، او بان احنا بنزود اللبن او المرق. خلاص انا يا دوبك الخلطة دي جاهزة معايا اهو، دي بسيبها شوية بقى كده على جنب. في بيحبوا يسيبوه معانا مايا؟ الو الو، ازيك يا مايا؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ انتي بتتكلمي علشان تكوني معانا ولا علشان عندك سؤال؟ لا انا عايزه ابقى اتصور معاكي، يعني تكوني معايا في البرنامج. انت عندك كام سنه؟ عندي 7 سنين. 7 سنين. طيب يا حبيبتي خلاص هسيبك لهبه، ما تقفليش. خلاص نحط بقى مع البصله. تشويحه البصله دي بتدي طعم حلو جدا جدا. هحط بس مكعب او معلقه كبيره، يعني دي مكعبات صغيره شويه، معلقه كبيره من الزبده. للي عنده كوليسترول ما يحطش، للي عامل دايت ما يحطش الزبده، بس هيستكفي بالايه؟ باللي احنا عملناه. خلاص هننزل بقى على الكلام ده المرقه. طبعا المرقه دي احنا عاملينها اصلا بان احنا سلقنا الفراخ، فهي المرقه معانا خلاص، والفراخ المسلوقه احنا مقطعينها. انتوا بتقطعوها زي ما تحبوا، عايزين تقطعوها تنسلوها او عايزين تقطعوا مكعبات. انا عشان طبعا مستخدمه الصدور
فمقطعاها بالشكل ده، بس انتوا زي ما تحبوا. خلاص بس كده، دي بس تاخد غلوة، وهنزل عليها الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي اللبن مع الزبادي والدقيق. طيب ازاي نخلي بقى الوصفة دي لايت، او نتأكد انها تبقى فعلا لايت معانا؟ مش معنى فتة يبقى معناها ان احنا مناكلهاش، لا، لو راعينا حاجات معينة نقدر ناكلها كويس جدا. مبدئيا اللبن يكون خالي الدسم، الزبادي يكون خالي الدسم، معلقة زيت واحدة، يبقى احنا كده المرقة برضو تكون خالية الدسم، ودي احنا قلناها كتير وهقولها تاني، ان احنا بنسلق الفراخ بنحط المرقة في التلاجة، وبعد كده بنشيل الطبقة الصفراء اللي بتبقى فوق الناشفة، على قد ما نقدر نشيلها تبقى معانا كده مرقة خالية الدسم او قليلة الدسم. يبقى احنا كده شيلنا من كام عنصر الدسم، مش بس العيش برضو ده من اهم الحاجات اللي بيبقى فيها دسم. معانا تليفون رزان، رزان طيب احنا هنطلع دلوقتي الفاصل، هنرجع مش هحط حاجة لغاية ما ترجعوا لي تاني، نرجع ونكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. خلاص المرقه غليت، اللي ما شافش من الاول هفكره احنا كنا بنعمل ايه. احنا ابتدينا نعمل فته الكشك اللايت، الفته دي طلعت موضه في الفتره اللي فاتت، من السنه اللي فاتت كده تقريبا، وهي من الفتات اللي فعلا طعمها حلو قوي، والفته مش هنزهق منها، يعني مش بنزهق منها خالص، من الحاجات اللي بتبقى خفيفه ومنعشه وحلوه. انا عملت ايه؟ انا شوحت البصله في الاول في معلقه زيت عافيه، حطيت بعد كده المرقه، وبحط دلوقتي خلطه الزبادي اللي باللبن والدقيق اللي عملناها، بنزلها زي ما انتم شايفين واحده واحده، عشان هي فيها دقيق عشان ما تكلكعش معايا، لما تنزل في حاجه سخنه ممكن تكلكع معايا، الدقيق على طول ايه يكلكع في حاجه سخنه، فبنزلها كده واقلب على طول. بس باكد بس كل حاجه نزلت، وده كده الكشك شايفين بسيط جدا وعمايله بسيطه، وعارف ناس كتير بيقلقوا قوي من الكشك، بيقلقوا قوي من وصفات كتيره قوي بتبقى معروفه، لكن سهله وبسيطه، يعني بيقلقوا من غير ما يعرفوا هي بتتعمل ازاي، فدي من الوصفات البسيطه جدا، سواء بقى هتتقدم بقى كده وعليها البصل المحمص مثلا وتتاكل سواء بقى بعيش او لا، فدي على حسب الرغبه، او تتعمل بقى فته. فزي ما قلت الفته، فته الكشك تعتبر من الحاجات الجديده. بحط بقى قطع الفراخ الايه المسلوقه هنا، يا قطع يا متنسله. يبقى احنا برضو عرفنا كده ان احنا بنقلل ازاي الدسم من الوصفه دي. اول حاجه حطينا معلقه في كل ده، كل اللي احنا شايفينه ده ما فيهوش غير معلقه واحده من الدسم، معلقه زيت واحده عشان نشوح بيها البصله بس. الزبادي ما فيهوش دسم، اللبن ما فيهوش دسم، بس البصله، الدقيق، ده كل ده ما فيهوش دسم. الحاجه الوحيده ممكن تتخن شويه دي الابيض، بس احنا مش مقطرين قوي. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ طبعا اللي عامل دايت ما يحطش بقى ايه رز، انا هحطه المره دي، لكن ما يحطش رز، نستكفي احنا معانا كده خلاص العيش. العيش ده ما نحمصهوش، ما نحمرهوش، نحمصه، ويفضل انه ما يكونش الشامي الابيض، يفضل جدا ما يكونش الشامي الابيض، لان الشامي الابيض برضو، هسيب شويه للزينه، الشامي الابيض برضو دقيق ابيض بيرفع سكر الدم، فلو اسمر بيتباع عادي جدا، الشامي الاسمر اللي هو بيبقى رفيع كده واسمر بيتباع في السوبر ماركت عادي، نقطعه وندخله الفرن بيدي التحميصه الحلوه، ونحط عليه على طول الكشك، وانا قدمتها قبل كده من غير الرز، و طعمها بيبقى جميل جدا جدا. معانا رنا. الو، ازيك يا رنا؟ الحمد لله كويس، انت عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه. بقول لك انا عايزه اشترك معاكي. طيب انت عندك كام سنه؟
عندي 13 سنة. طيب خلاص أنا هسيبك ليه بقى دلوقتي. شكرا على المكالمة. أهو نحط الطبقة. طبعا الترتيب برضو دي على حسب كل حد، لكن لما بعمل الترتيب ده بحافظ على ان العيش يفضل محمص تحت ما يتراش معي. في ناس بتحبه طري وفي ناس بتحبه لا مازال فيه قرمشة. انا من الناس اللي بحب لسه مازال فيه قرمشة، فدي على حسب كل حد بس. وهتنزل اخر طبقة بقى عليه طبقة الكشك اللي احنا عملناها دلوقتي. طيب ناكل من ده قد ايه؟ بناكل عشان كتير برضو سألوني قالوا لي طب احنا لما بتعملي الوصفة منبقاش عارفين ناكل منه قد ايه. هناكل منه مغرفة، مغرفة كبيرة ومعاها بقى سلطة والشوربة. وعلى فكرة انا مش هبطل شوربات، لسه عامل وصفات ان شاء الله شوربات. انتوا سألتوني قلتوا لي عايزين شوربات كتير لاخر رمضان علشان الناس المعتمدة على الشوربات جامد عشان ما تزيدش في الوزن. فان شاء الله ما تقلقوش انا لسه معايا وصفات شوربات هعملها لاخر رمضان. في حاجة بقى غير اللي انا عايزة اقوله دلوقتي غير الدايت. حلقات العيد ابتدت من اول امبارح، من قصدي من 3 ايام احنا عملنا سابليه، ومن اول امبارح عملنا الكحك والبيتي فور، والنهارده كانت حلقه النشادر قبلي. فتابعوا الوصفات بتنزل على الفيديو بينزل على يوتيوب والوصفات بتنزل على الموقع. طيب عايزه اقلب ده معانا اسماء. سماء الو ازيك يا سماء عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. قولي لي سماء عندك سؤال ولا بتتكلمي علشان المسابقه؟ انا كنت عايزه اشترك مع حضرتك. طيب خلاص هسيبك ليه ما تقفليش. شكرا على المكالمه. طيب ده هسيبه لسه يغلي علشان لغايه ما ايه الدقيق يبتدي يمسك معايا شويه. نسيب حاجه الزينه دي بقى على جنب ده كده، واجيب بقى معانا اسراء. الو ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ انتي عامله ايه؟ الحمد لله كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. بتتفرجي على البرنامج؟ ايوه بحبك خالص. يا حبيبتي قولي لي عندك سؤال ولا بتتكلمي علشان تكوني معانا في الصحن؟ سؤال. طب قولي. كنت عاوزه طريقه البغاشه. طريقه البغاشه. طيب حاضر هنزلها لك على الشاشه، دي سهله جدا جدا وهنزلها لك. حاضر هبه نزلي معلش طريقه البغاشه وطريقه تورته الموزاييك اللي هي اتسالت عليها برضو وما كنتش قلت طريقتها. وانا في السؤال امبارح اللي هو نحشي الباف بيستري ازاي، زي ما قلت هي بس في نقطه كنت قلتها عن الحلو كريمه الدهن، كنت اقصد بيها كريمه الدهن الشوكولاته. نحشي باف بيستري بكريمه الدهن الشوكولاته والموز او المكسرات ونقفلها وندخلها الفرن. دي من ناحيه الحلو. في ممكن يتحشي بالتفاح كمان والقرفه بتبقى حلوه جدا جدا. في ممكن يتحشي بالمربى بس نخلي بالنا مش كتير علشان المربى ممكن تطلع بسهوله بتسيل. تورته الموزايك على الشاشه دلوقتي كنت اتسالت عليها، هي بسيطه جدا. احنا بنجيب كذا باكو جيلي وبنحط عليهم نص مقدار السوائل، بنعملهم في كذا قالب، وبعدين بنجيب دي لوحدها بقى 4 كوبايات لبن عليهم 4 معالق كبار جيلاتين بودره وثلاث ارباع كوبايه سكر وفانيليا وبنخلطهم كويس. بنيجي بقى نجيب الجيلي اللي احنا عملناه كل نوع لون لوحده وبنقطعه مكعبات، بيبقى متماسك عشان احنا حطينا له نص السوائل بس، يبقى معانا الوان كتير من الجيلي مكعبات ونخلطهم على بعض وبنحطهم في الايه في الوصفه اللي نازله على الشاشه دي اللي هي وصفه اللبن اللي بيبقى بالجيلي والفانيليا والسكر. بنحطهم في قالب كيك وبندخله التلاجة. بنلاقي بعد كده ايه اللي حصل؟ بنلاقي انها عملت معايا ايه، عملت معايا شكل تحفه. لما نيجي نقطعها بتدي شكل الموزاييك وبيبقى شكله جميل قوي، حتت الجيلي كده الملونه في جوه التورته البيضة بتدي شكل جميل قوي. كتير قوي عملوها طبقوها بعتولي الوصفات. طيب الوصفه بقى تورته الشوكولاته اللي احنا هنزينها كمان شويه بالموز، هقول المقادير دلوقتي. احنا معايا
معانا ثلاث ارباع كوبايه زيت عافيه، كوبايه سكر، كوبايه سكر يعني 200 جرام، ثلاث ارباع كوبايه زيت عافيه يعني 150 جرام، كوبايه بيض على حسب المعيار اللي احنا بنقيس بيه، يعني كوبايه البيض على حسب المعيار اللي احنا بنقيس بيه، يا ريت يبقى المعيار الاصلي. الكوبايات بتتباع في السوبر ماركت او عند المحلات اللي هي مستلزمات ادوات الحلويات. خلاص علشان يبقى كله مع يعني قد بعض. ليه كوبايه بيض؟ علشان كل بيضه على حسب مقاسها، فهي تبقى مظبوطه كده. معانا كوبايه بيض ممكن من 4 لـ5 بيضات. طيب معانا كمان كوبايتين كاكاو محلى، خلاص، وكوبايتين دقيق ابيض. كوبايتين كاكاو محلى مش فاكره بصراحه كام جرام دلوقتي، بس انتوا بقى هتقيسوا بالكوبايات زي ما قلنا. كوبايتين دقيق يعملوا 250 ل 260 جرام. باكو بيكنج باودر ومعلقه معلقه ونص بيكنج صودا، بيبقى مهم قوي مع كيكات الشوكولاته، عشان بيكنج صودا من الحاجات اللي بترفع حلو جدا، تتفاعل حلو قوي مع الكاكاو، فبتغمق اللون كده وبتبقى حلوه. بتتفاعل مع ايه البيكنج صودا؟ بتتفاعل مع الكاكاو، بتتفاعل مع الزبادي، بتتفاعل مع الرايب، بتتفاعل مع ايه كمان؟ بتتفاعل مع القرفه. كويس جدا. خلاص وحلوه للحاجات التقيله، للوصفات التقيله اللي بنبقى عايزين نرفعها. هيبقى معايا للزينه صوص شوكولاته، هنعمله من شوكولاته بيضة مبشوره، هنحط معاه زبادي وهنحط معاه موز، بيتحول معايا لطعم توفي فظيع. يبقوا لازم تجربوها بجد، ان شاء الله الوصفه هتعجبكم. وهتستغربوا جدا مين كان بيطلب مني الوصفه دي. اللي كان بيطلب مني الوصفه دي جيم، كان جنبي، وكانوا بيطلعوا بعد التمارين. كنت بحب اودي في فاترينا هناك، كانت فاترينا حلويات، مش عارفه ليه كانوا حاطينها هناك، كانت في وسط الجيم، المفروض كانوا بيقدموا فيها حاجات صحيه يعني. كان معرفش حصل ازاي، كان حد طلب مني فحطينا مره التورته دي في الفاترينا، فاللي حصل ان ابتدت بقى طلبات عليها بالويتنج ليست، بقوا كل الاقي يوم تاني يوم طالبين، لا عايزين تاني، ومطلوبه لفلان لفلان وفلان. كنت مبوظه لهم الجيم كله، وكانوا الترينرز كلهم بيدعوا عليا الحقيقه. طيب انا هحط بس الحاجات السايله مع بعض، البيض والسكر والزبادي، علبتين زبادي بس عشان ناكد، علبتين زبادي، علبتين اللي احنا مشتريهم مش كوبايتين زبادي، علبتين زبادي اللي هم كل واحده 110 جرام، يعملوا على بعض تقريبا كوبايه 200 جرام. خلاص هنحط السوائل ونروح لفاصل، هنرجع انا بس هقلب دول على ما نرجع نكمل مع بعض الوصفه ان شاء الله. فاصل، احنا ابتدينا حطينا البيض والسكر والزبادي، هحط بقى دلوقتي الكاكاو اللي هو المحلى، وهنحط الدقيق اللي مخلوط عليه البيكنج صودا. خلاص مش عارفه ليه عندي احساس ان الكاكاو ده غير محلى، مش محلى، ريحته كده تقول ان هو غير محلى، مش كده محطتش بقيه الدقيق، لان الغير محلى، الغير محلى بيمسك لي الوصفه اسرع كتير جدا عن المحلى. اهو انا زي ما قلت هو محلى غير محلى. ماشي هزود شويه زبادي بقى دلوقتي، بس لا تعملوها في البيت بالمحلى. البغاشه على الشاشه دلوقتي بتخلطي كل المقادير مع بعض كويس جدا، وبعد كده بعد ما بتخلطي المقادير كويس جدا، البنوتة اللي سألتني عن البغاشة بتسيبيها ترتاح نص ساعة ومغطياها، بتسيبيها بس ترتاح، وبعدين بتفرديها كويس قوي، بتبتدي تقطعيها بالشكل اللي تحبيه. في بعتولي على فكره اشكال حلوه قوي،
في بعتولي منها اشكال بتبقى متقطعه بالقطاعات شكلها حلو جدا، وبتحمريها وبتنزلي عليها يا ريت عسل، مش ما تحطيش شربات. بننزل بقى وصفه الكيكه، طبعا هي معلش ماسكه معايا بقى علشان ده طلع كاكاو مش محلى. المحلى بيفرق جدا في الوصفه، بيفرق بيخلي الوصفه تسيل مش تمسك. المهم احنا بنعمل الكيكه يا ريت تبقى في قالب فاتح. خلاص الحمد لله ان انا مجهزه معايا عشان مقلب الهواء دي مش حلوه. وندخلها الفرن على 180 درجه. 180 درجه نكون مسخنين الفرن عشان الوصفه تطلع معانا مش قبه من ناحيه ونازله من ناحيه. من الحاجات اللي بتخلي الكيك يقب من ناحيه وينزل من ناحيه ان الفرن ما بيكونش سخن كفايه، ما يكونش متسخن من قبلها. تاني حاجه ان الواحد يدخل حاجتين مره واحده الفرن، لو دخلنا حاجتين مره واحده الفرن بتخلي الكيكه برضو ما تاخدش الشكل اللي هو ايه العادي، سواء بقبه او مش بقبه، المهم ما يطلعليش بميله. بس هو ده المهم. باخد الكيكه بقى كده. على فكره الوصفه دي انتوا ممكن تعملوا اي وصفه كيك، الفكره كلها دلوقتي في اللي فوق الكيك اللي هو وصفه او الموز اللي هو بالشوكولاته البيضاء، هي دي القصه كلها عليها. احنا عملنا وصفات كيك كتير جدا، اختاروا منها اللي انتوا عايزينه، سواء فانيليا او شوكولاته او حتى كيكه التوفي او اي كيكه انتوا حابينها. المهم بقى قصه المقادير اللي فوقيها. معانا ايه؟ ازيك يا ايه؟ الو. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل وصفه اللي هي الشوكولاته البيضه. بنجيب حوالي نص كيلو شوكولاته بيضة مبشوره، انا بس عشان احافظ عليها هنا تبقى لسه سايله. بندوبها في الميكرويف ونقعد نقلب كل 30 ثانيه، بالذات شوكولاته البيضة بتتلسع بسرعه، او على حمام مائي. وهحط عليهم يا دوبك شويه زبادي يسيلوا معايا الوصفه، هتشوفوا ازاي دلوقتي. معانا ساره، طب حاولي تكلمينا تاني يا ساره. بحط عليهم، انا بس هنزلها هنا علشان اعرف انزل بعد كده الموز عليها. يبقى الشوكولاته قلنا دوبناها على حمام مائي او في الميكرويف، شوكولاته بيضه. هي الكميه دي ممكن تبقى برضو على حسب الكميه اللي انتوا هتحطوها، يعني ممكن من نص كيلو لكيلو، اللي هما الشوكولاتات القوالب اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت. خلاص هنحط بقى ايه، هنقول دي نص كيلو شوكولاته، هنحط عليهم شويه زبادي. بحط، مش هتعدي معانا العلبه، مش هتعدي يعني من نص علبه لعلبه، وبقلبها. هنلاقي وانا بقلبها انها ابتدت تاخد معايا قوام تاني خالص، بتبتدي بقى بصوا تخرز شويه، ولما تلاقوها خرزت زودوا شويه زبادي، هتلاقوها ابتدت بقى تلم نفسها وبتلمع جدا، بقت تحفه تحفه. حاضر هنطلع لفاصل، بس التكه دي مهمه قوي قبل ما نروح الفاصل. شايفين خرزت ازاي مني؟ احط بقى معلقه الزبادي تاني لغايه ما الاقيها، بصوا بتلم نفسها وبتلمع ازاي بقى، تتحول معايا زي التوفي. الوصفه دي عملناها قبل كده في سويس رول، كانت تحفه برضو، كتير جربوها وعجبتهم جدا، معناها غريبه زبادي مع شوكولاته غريبه جدا. بصوا بقى اللمعه فظيعه، بتبقى حاجه تانيه خالص. هحط عليها بقى الشوكولاته، سوري الموز المتقطع، هنحط عليها الموز المتقطع بس، وهنروح منزليها على التورته. هي خلاص كده، نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض. اهلا بيكم معايا من الفاصل. انا بغرف اهو فتت الكشك، بغرف الكشك. شايفين القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ ده بيبقى كده حلو وبيمسك بعد كده، ف يعني انتوا ممكن تخنوه عن كده، بس يعني انصح بلاش.
ريحته جميله. انتوا بتظبطوا طبعا ملح والفلفل، دي اخر حاجه بتظبطوها علشان ايه تطلع الوصفه مظبوطه، لان احنا زودنا لبن وزبادي عن المرقه، فلازم تزودوا وتظبطوا الملح والفلفل. طيب بس كده خلاص. هنعمل ايه؟ نحط بقى طبعا ده ضروري جدا المقرمش ده اللي بيخليه يقرمش كده النشا. ونحط اللوز وال واي حاجه خضراء برضو لازم تتحط عشان تكسر لي اللون. بصوا الطبق ده من الحاجات بجد اللي في اي عزومه بيبقى شادد العين جدا والناس بتحبه جدا. بقول لكم الحاجات دي عشان دي ملاحظات انا مركزه قوي 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 في اي عزومه الناس بتحب ايه بزياده يعني. خلاص واي حاجه تكسر بقى خضره كده في الاطراف بس كده عشان نلحق بس نعمل التورته برضو. خلاص مش هحط بقى فراخ على الوش خلاص، يعني ممكن اللي يحب يحط قطع فراخ انا يعني هستكفي بدي اهو. نعمل بقى احنا الكيكه خلاص زي ما قلنا بندخلها الفرن على 180 وباكد الكاكاو يكون محلى لغايه ما تستوي معانا. نجرب خله اسنان وتستوي معانا. انا شلت بس القبه اللي في كان فوق دي عشان تديني فرصه احط الوصفه الفظيعه اللي انا عاملاها دي. في حاجه كمان، الموز كان برضو احنا كنا مقطعينه قبل الحلقه فغمق. انتوا بقى لما بتقطعوا الموز بالظبط قبل ما تخلطوه مع الشوكولاته البيضة اللي بيحصل ان الموز بيفضل ابيض ما بيغيرش لونه خالص، بيفضل ابيض جميل وناصع ممكن يوم بحاله يعني يفضل في التلاجة لونه ابيض مش مغمق. دي معلومه مهمه. شايفين الشوكولاته البيضة حواليه عامله زي ما بقول عامله زي التوفي، طعمها رهيب. انتوا جربوها بس وهتعرفوا تظبطوها بعد كده، تستخدموها قصدي في حاجات كتير في وصفات كتير ليكوا. انا بستخدمها مثلا في حشوات التمر والحاجات اللي هي غير التمر، الحاجات اللي هي الرمضانيه دي، ونحط فيها مكسرات بتبقى حلوه جدا. بس تستنوا عليها تسقع في التلاجة الاول لان دي لما تسقع بتمسك. خلاص انا مش هزود. هعمل ايه بس على الوش؟ هنحط طبعا انتوا ممكن تزودوا لسه شويه بس عشان الوقت، هحط بس صوص كراميل صوص شوكولاته. لازم احط الاول صوص الكراميل اهو، ونحط عليه صوص الشوكولاته. التكات دي بتفرق جدا. واخر حاجه بسيط قوي ما تغطوش على الشكل بس كده. خلاص هحطها في النص. احنا عملنا ايه بسرعه؟ عملنا فتت الكشك وعملنا تورته سواء الفانيليا او شوكولاته زي ما انتم عايزين. اي كيكه عندكم عليها الوصفه الفظيعه بتاعه الموز دي اللي بالشوكولاته البيضاء. وخلاص كده يا رب الوصفات تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره على في نفس الميعاد الساعه 3 على الهواء ان شاء الله. باي باي.